كمان موقع فيتو قال ان ادى حسام عاشور كابتن الفريق الاول لكره القدم في الاهلي تدريبات تاهيليه قويه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل على هامش تمرين الفريق اللي اقيم النهارده الصبح يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش. التدريبات القويه في اطار طبعا برنامج تاهيلي بيخضع لي للعوده مره ثانيه للمشاركه في التمرين الجماعي. عاشور اشتكى من اصابه في منشا العضله الاماميه وبدا ان هو ينفذ البرنامج التاهيلي.